يا ندى. نعم يا ماما. بس يا ندى، المعادة في امتحان، لو مجبتيش 100 من 100 انا وباباك اعمل لك كفتة. هتعمل لنا انا كفتة؟ ايوه. بنتك حبيبتك تدون عليك تعمليها كفتة؟ ايوه، عشان انا طول السنة تعبانة معاكي. ماشي. بص، انا عايز اقول لك على حاجة قبل ما تحلي ورقة الامتحان. هتقولي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جدع. ويلا بقى، عشان اتأخرت على الشغل وحسني خطي. مش هغشي من ورقة صاحبتي، عرفت خلاص. جدعة كده. ماما. نعم. باي باي. باي. ادعيلي. ماشي، يا رب تنجح في الامتحان. يا رب يا ماما. لا اله الا الله محمد رسول الله. باي باي. يلا بابا. انا خايفه قوي يا ايه. سيبيني بس يا سلمى بفكر. انا كنت لسه جايه لكم حالا. مالك يا ندى؟ انا عماله اذاكر من امبارح في الماده الرخمه دي، مش عارفه فيها حاجه خالص. وبعدين احنا عندنا ماده ايه النهارده؟ والله اصلا انا ما اعرفش عندنا امتحان ايه النهارده. ولا انا اعرف، بس انا خايفه. هنحله ازاي؟ استنوا بس، انا ماما قالت لي لو ما حليتيش كويس هعمل لك كفته. تعملي لك ايه؟ كفته. وانا بصراحه ماما هتعاقبني عقاب جامد قوي. لازم أنا جات لي حتة فكرة هتخلينا كلنا ننجحوا. ايه هي؟ ايه هي؟ طيب تعالوا هقول لكم عليها. تعالوا تعالوا. يا دراعي، يا دماغي، مش قادرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي اقعدي. شكرا يا ميس أمنية. مالك يا ندى، في ايه؟ مفيش. بابا قال لي انزلي هاتي حاجات من السوبر ماركت امبارح، وانا قلت له لا راح ضربني. معلش يا ندى. السوبر ماركت؟ السوبر ماركت. مالك يا ايه؟ في ايه؟ انا ماما كانت بتمسح السلالم وكبت بريل كتير على السلالم، وانا كنت نازله اتزحلقت حته زحليقه، وقعت بقى دماغي اتفتحت ودراعي اتكسر، مش قادره اتعبان والله. معلش ايه بعد كده؟ خلي بالك. حاضر حاضر. وانت يا سلمى مالك؟ في ايه؟ ماما بعتتني اجيب لها حاجات من الشارع، راحت واحده صاحبتني مسكتني ضربتني. ضربتك؟ فتحت دماغي بطوبه. معلش. في يا محمد مالك؟ صحيت من النوم لقيت نفسي كده. ما تهزرش يا محمد. ايه ده، انت عضك ارنب ولا ايه؟ انا اتحولت لارنب. اوي. انا بهزر. ماشي. وانت يا احمد، وين عينك يا احمد؟ في ايه؟ لا مغمضه عادي. مغمضه عادي؟ عادي يعني. طيب ماشي يا احمد. طبعا النهارده انتوا عارفين ان انتوا عندكم امتحان. جاهزين للامتحان؟ جاهزين يا ميس امنية. ذاكرتوا؟ ايوه يا ميس امنية. طبعا عشان البنات تعبانين النهارده، فانا هركز عليكم انتوا، مش هركز على البنات. على مين؟ ايوه ايوه طبعا، احنا اصلا مش هنعرف نغش اصلا. أيوة. اصلا يعني اصلا مش ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. ممكن الفك اللمبي؟ بس انا حبيب. انا بحب يا حبيبي، احنا في امتحان يعني. مش امنيه بس يا احمد. ايه ده وانت اللمبي عضك؟ مفيش هزار في الامتحان. يلا هوزع الامتحان. المرض بتاعه دمه خفيف. دمه خفيف بتقول؟ انا بدات اوزع الامتحان. بدأت أوزع الامتحان، يعني مفيش هزار خلاص. يلا كل واحد يكتب اسمه الأول. يلا اتفضل يا حبيبي. يا مادة ايه دي؟ رياضة يا حبيبي. مش عارف أصلا المادة. يا نايم. شكرا يا ميس أمنية، شكرا. كله يكتب اسمه على الورقة. يلا وأنا كمان. يلا اكتب اسمك يا حبيبي. اكتب اسمك. يلا اكتب اسمك. أنت بتعمل إيه؟ بكتب اسمي. أنت بتشغل؟ لا اسمي. ميس أمنية. نعم. لو سمحت 10 ناقص 8 احنا ما خدناهاش. خدتهاش؟ ايوه احنا خدنا 9 بس. انت اخدت كل حاجه، بس كل واحد بس يركز في ورقته. ركز يا حبيبي في السؤال. 10 على ايدينا. ايوه اهو، ونشيله منهم 8 على رجلين. 1 2 3 4 5 6 7 8 ولا هيتي الارض يا ميس أمنية. يعني تبقى 6. لا لا يا حبيبي، ركز في السؤال. ركز بس، ركز. يلا 10 ناقص 8 ركز. ماشي ماشي. 10 ناقص 8. سهلة خلاص، عرفتها. نحط العشرة على ايدينا. ايوه ها. ماشي. والثمانية على رجلينا. الثمانية على رجلينا. كل واحد 15. يلا ركز. بتضحك على ايه يا حبيبي؟ في ايه؟ مش عارف احل الامتحان. صعب خالص. يعني صعب ايه يا ارنب انت؟ بص الامتحان سهل. بس مفيش حد يقول له ارنب. مش ارنب. لما من النوم اسم الرعب. في حاجة كل شوية قاطعة مني. معلش يا ميس أمنية، أنا إيديا مكسورة يا ميس أمنية.
شاطرين يا بنات، شاطرين شاطرين يا بنات، شاطرين. والله العظيم يا مسومي والله مالك عليها حفلات منوره اللجنه كلها. شكرا يا حبيبي، شكرا. الحقيقه نادر، الحقيقه مش امنيه. بتعمل ايه انت؟ انت بتعمل ايه؟ القولون بس. هو انا مش واقفه؟ مش شايفني يا حبيبي؟ عشان كده ريحه وحشه في الفصل. كل واحد يركز في ورقته وبس. اصل اللي هيبص في ورقه غيره هكتب له على ورقته غشاش. انا هبص ولا هعمل ولا حكيت محشي. امي كانت عامله محشي، حالة محشي كده. بطل استظراف يا حبيبي، حل يلا. طيب ميز، انا بس مش شايف ولا قاعد يا غشاش يا محمد. لما تحلي يا حبيبي شويه يا مش امنيه. الحل يا مش امنيه. في ايه يا حبيبي؟ بيغش من ورقتي يا مش امنيه. انا باصص في ورقتي يا ميز. لا والله والله انت شفتيني دلوقتي بصيت عندها. انا بص في ورقته. ما انت مش وقت تبص قدام. اول ايه ده؟ اول ايه يا حبيبي؟ خلص خلصت. أيوة. بس في سؤال انت سايبه. ما اول مش عارف. مش عارفه؟ خلصت اول واحد. ركز فيه. خلاص ده واحد فيكم. ركز في السؤال ده يلا. حلو ما تسيبوش. ما فيش حد يسيب سؤال. مسمنية مسمنية. انا خلصت يا مسمنية. شاطرة يا حبيبتي. البنات شاطرة والله العظيم البنات شاطرة. تحب اقول لك نكتة حلوة؟ نكتة؟ اه. انت في امتحان والله مش عايزك تقولي نكتة. بعد ما نخلص الامتحان يقول لي نكتة. مسمنية اقول لك حاجة. بقول لك حاجة. بيقول لك مرة واحد. يا بتعمل ايه انت؟ بتعمل ايه؟ يا مش امنية. ركز في ورقتك. يا مس امنيه بيقول لك مره واحد راح يشتري دواء للمعده جاب دواء للخروف. يعني ما بقاش المعده لا للخروف. مس امنيه يا حته فعلا تحب اديك ورقتها؟ تحب اديك ورقتها احسن؟ مس امنيه تغش ده براحتك والله. امنيه لا لا مش بتكلميني. انا شايفاك على فكره مس امنيه. حاجه الله يمس. من غشنا فليس منا. مش عايزه حد يغش. بصي احنا التعبانين يعني مش قادرين نذاكر. حلينا الحمد لله وان شاء الله نطلع على الاوائل. شفتي هو بقى خايب ازاي؟ ايوه البنات شاطره والله العظيم بس الولاد نوت. ويا ميس كمان مش مخلينا مركزين. البنات البنات صراصير الفلاعات. ايه ده ايه ده؟ انت بتغني في الامتحان؟ بس صوت انا مش عايزه اسمع صوت كده. احنا في امتحان احنا على فكره. لو سمحت يا ميس الرقم ده كام؟ عشان انا مش شايفه ومش عارفه. ايه ده؟ ده بيرتس مصر ولا مش شايفه ومش عارفه؟ ركز يا حبيبي. كل واحد مس امنيه. مس امنيه. مس امنيه. نعم. انا خلصت كل حاجه. خلصت الامتحان كله. شاطره يا حبيبتي والله العظيم البنات شاطره. كل ده يا ميس امنيه. محمد بيغش مني يا ميس امنيه. هات ورقتك. والله العظيم والله ما غشتش يا ميس والله. اخر مره اخر فرصه اخر فرصه والله. قلت سين قلت سين قلت سين. اكتبي له غشاش عشان يسقط. خلاص والله يا غشاش. يا غشاش والله خلاص والله خلاص. ابويا هيضربني والله يا ميس. يا غشاش يا غشاش. ده الغشاش. ايه الغشاش اهو اهو. الغشاش اهو اهو. الغشاش اهو اهو. الغشاش اهو اهو. شعرك. ما انا عارفه ما انا شايفاه. خليكي في حالك. بصي يا حبيبي ما تتكلمش معايا بدل ما تقعد تلعب معايا. بصي في حالك. حلي وقت. بصي يا ميس امنيه. ميس يا دي اللي قدام دي بتغش. احنا خلصنا احنا أصلاً. خلصنا. خدي ورقتي. احنا خلصنا. بصي احنا خلصنا اصلا. يلا خلاص هلم الورق. هلم الورق. كله خلص. ايوه يا غشاش. اشطبها لي بالنفس. لا يا حبيبي لا غشاش. ميس امنيه دي ميس امنيه. ميس امنيه عماله تقول ما انا غشاش. ميس امنيه انا تعبانه انا تعبانه. ما تتضايقوش عليا حرام. محمد يا محمد انت ممكن اقطعها. هيحلق لك شعرك انت فرحان بينا. هو قال لي لو سقطت احلق لك شعرك. هبدا اعلم الورق. هبدأ أعلم الورق. يلا ميس أمنية إن شاء الله هنطلع على الأوائل. يا رب نجحنا يا رب عشان إحنا مغشناش يا رب. ندى مية بالمية. ندى ندى ندى. هدك هدك هدك.
يا ميس من فرحة قامت. الفرحة شاطرة يا نالا شاطرة. نسيت والله. انت بتغلط فيا يا ورا يا احمد. ايه ايوه مس امنيه 100 من 100. هتجيبي لي اللعبه اللي كان نفسي فيها. ايوه عارفه الايباد اللي انت كان نفسك فيها اجيبه لك النهارده كمان.
انتي النهارده ما جبتيش 100 من 100 تعرفي انا هعمل فيك ايه؟ هتعملي ايه؟ انا هعمل لك كفته انا وباباكي. هتعملي لي كفته يا ماما؟ ايوه هون عليكي يا ماما. وتعرفي كمان طول السنه مذاكرالك لو انت في اخر السنه ما جبتليش 100 من 100 مش هسيب. حاضر يلا بقى عشان اتاخرت على الشغل. ماشي يا ماما ماشي حاضر. مش ليش عينك من الكتاب؟ اهو عيني جوه الكتاب اهو يا ماما. حاضر باي باي يا ماما.